يدعى بهذا الدعاء في كل يوم من أيام رجب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فاتقها ورتقها بيدك بدءها منك وعودها إليك. أعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة ورواد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبذلك أسألك وبمواقع العزة من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونا يا مفرقا بين النور والديجور يا موصوفا بغير كنه ومعروفا بغير شاب حاد كل محدود وشاهد كل مشهود وموجد كل موجود ومحصي كل معدود وفاقد كل مفقود ليس دونك من معبود. أهل الكبرياء والجود يا من لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين يا محتجبا عن كل عين يا ديموم يا قيوم وعالم كل معلوم صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين.
وملائكتك المقربين والبهم الصافين الحافين وبارك لنا في شهرنا هذا المرجب المكرم وما بعده من الأشهر الحرم وأسبغ علينا فيه النعما وأجزل لنا فيه القسام وأبرر لنا فيه القسما باسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرام الذي وضعته على النهار فأضاء وعلى الليل فأظلما واغفر لنا ما تعلم منا وما لا نعلم وعصمنا من الذنوب خير العصم واكفنا كوافيا قدره وامنن علينا بحسن نظرك ولا تكلنا إلى غيره ولا تمنعنا من خيره وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا وأصلح لنا خبيئة أسرارنا وأعطنا منك الأمان واستعملنا بحسن الإيمان وبلغنا شهر الصيام وما بعده من الأيام والأعوام يا ذا الجلال والإكرام. يدعى بهذا الدعاء في كل يوم من أيام رجب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفها لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فاتقها ورتقها بيدك بدؤها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد
فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبذلك أسألك وبمواقع العزة من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونا يا مفرقا بين النور والديجور يا موصوفا بغير كنه ومعروفا بغير شاب حاد كل محدود وشاهد كل مشهود وموجد كل موجود ومحصي كل معدود وفاقد كل مفقود ليس دونك من معبود أهل الكبرياء والجود يا من لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين يا محتجبا عن كل عين يا ديموم يا قيوم وعالم كل معلوم صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين والبهم الصافين الحافين وبارك لنا في شهرنا هذا المرجب المكرم وما بعده من الأشهر الحرم وأسبغ علينا فيه النعم وأجزل لنا فيه القسام وأبرر لنا فيه القسم باسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرام الذي وضعته على النهار فأضاء وعلى الليل فأظلما واغفر لنا ما تعلم منا وما لا نعلم وعصمنا من الذنوب خير العصم واكفنا كوافيا قدره وامنن علينا بحسن نظرك ولا تكلنا إلى غيره ولا تمنعنا من خيره وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا وأصلح لنا خبيئة أسرارنا وأعطنا منك الأمان واستعملنا بحسن الإيمان وبلغنا شهر الصيام وما بعده من الأيام والأعوام يا ذا الجلال والإكرام.